شفت حلقات من مسلسل يوسف الصديق وشفت حلقات من مسلسل سيدنا عمر، بس انا الصراحه انا مش مع تجسيد الانبياء او تجسيد الصحابه في المسلسلات والكلام ده كله، وانا مع فتوه الازهر بتحريم تجسيد الصحابه والانبياء في المسلسلات والافلام وكده. يعني طبعا شفنا اعمال دراميه واعمال ثقافيه واعمال اعلاميه وافلام عن تجسيد الرسل وسيرتهم الذاتيه وغزواتهم، وانا بالنسبه ليا يعني ده شيء كويس ان هو يعتبر حاجة ثقافية بتعلم الناس وبتعرف الناس بدينهم. شفت قصة سيدنا يوسف عليه السلام، بس بصراحة أنا مش مع إن احنا نجسد قصص الأنبياء في المسلسلات. لسبب، لما أحيانا بقرأ قصة سيدنا يوسف أو بقرأ له الفاتحة بتتجسد في خيالي الصورة اللي أنا شفتها في المسلسل. أنا مثلا وأنا صغير لحد النهاردة فكرتي عن صلاح الدين هو أحمد مصر، فأنا كطفل اتربيت على الموضوع ده، فمش عايز اطفالي مثلا يطلع يتفرج عن فيلم عن تمثيليه مثلا عن الحسين او عمر سيدنا عمر رضي الله عنه ويشوف الممثل بتاعه يفتكره ان هو ده عمر بن الخطاب. ما يغلط الممثل، هو بيفتكر بيعمل اندماج في الشخصيه مع بعض، بياخد الشخصيه دي مع دي، بيفتكر ان هو شخص واحد ما بيعرفش يفصل. مسلسل سيدنا يوسف كعمل درامي هو كعمل مجمله كويس، لكن تجسيد شخصيات الرسل هو ده اللي مش المفروض يتعمل في مسلسلات. يعني مين عجزت شخصية الرسول ولا شخصية الأنبياء؟ مين؟ طبعا أكيد من الفنانين ومن الممثلين. هل هو أقدر بأن هو يقوم بالدور دوت؟ أحب أن أنا أعرف سيرة الأنبياء وتاريخهم عن طريق القراءة وعن طريق الأفلام أيضا وعن طريق التلفزيون وعن طريق الدعاء وعن طريق رجال الأزهر الشريف. هي رأية السيرة أفضل من أن أشوفها دراما في مسلسل أو كده، لأن ممكن مسلسل يخش فيها أعمال درامية، ممكن يخش فيها يعني حاجات المخرج عايزها، المؤلف عايزها، يحط حاجات من عنده، يحط حاجات زيادة عشان سياق الدراما وكده. انما تطري زي الكتاب ما بيقول بالظبط. مفيش مشكله، في ناس كتيره مش هتعرف تقرا. في ناس كتيره بتعتمد على انها تشوف مسلسل تسمع. بالنسبه لي الافضل ان انا اقرا اول حاجه، رقم اتنين اشاهد برضو، لان المشاهده بتذكر اكتر من القراءه.